قناة إبراهيم أبو جابر رحلة تي في. سي حسن، بالنسبة للسؤال الثاني، يعني كيتعرض بقضية الأعراض ديال المرض. الكثير من المشاهدين كانوا كيتسائلوا على مثلا واش النبض في السرة من الأعراض، واش الألم ضروري خصو يكون في واحد الجهة مثلا اليسرى، واش الشقيقة ديال الراس، الدوخة، الغثيان، واش هادو من الأعراض ديال مرض القولون العصبي؟ طبعا الأعراض هي في الحقيقة كثيرة وتختلف أحيانا من شخص إلى آخر. ولك أنا الآن في لما كنت تكلمت في حلقة الأعراض، جوني شي أشخاص ذكروا لي شي أعراض جديدة أنا ما كانش عندي. مثلا كاين اللي قال لي المسألة ديال طنين الأذن، أنا ما كانش عندي هذا المشكل هذا. كاين اللي قال لي قضية النظر، أنه كيكون عنده النظر تيشوف بحال شي حاجة قدامه ضبابة، ولا أنا ما كانش عندي هذا المشكل. ولذلك ربما تختلف من شخص. بالنسبة للأعراض اللي كان عندي أنا، هي أول شيء هو الألم في البطن، تيكون ألم شديد جدا. كاين عندي النبض، هذاك النبض كيسولون عليه بزاف. كاين النبض عندي فوق السرة ولكن ماشي دائما وخفيف، لأن كاين اللي تيقول لي هذاك النبض ما كيتوقفش نهائيا ويبقى معه دائما. أنا لا، ما كان عندي نبض خفيف يأتي ويذهب. كاين ألم تيكون في الجنب اليمين الدرجة الأولى، ويرتفع أحيانا إلى الكتف، يرتفع إلى العنق، حتى كتقول أنني بعض المرات عندي ما عرفش كاين هنا، وما تقدرش تحني، ما تقدرش تزعل، هو أوهام وصاب ما كاين حتى شي حاجة. وبعض المرات كيجي للجنب الأيسر. من الأعراض أيضا اللي كانت أنا ملازمة لي في البداية هو التقيؤ، وبقات معايا دائما دائما. كان عندي ارتفاع الحرارة هي دائما، الشقيقة ديال الرأس، يعني كيجيني راه لابدا راسي كيبغي ينفجر، فكنحس به شي حاجة. فهاد الأعراض كانت عندي، يعني الغثيان. كاين الأعراض الأخرى النفسية، الاكتئاب، كتحس براسك بأنك مهم ما تبغيش شي واحد، ما مرتاحش وصافي، مهم ما مرتاحش، جلستي ما مرتاحش، وقفتي ما مرتاحش، مشيتي ما مرتاحش، هضر معك شي واحد يمكن كتقلق، المهم ما كتكونش هو هذاك. نفسيا ما حاسش بالراحة، وأي شيء يؤثر فيك. كاين تيولي عندك اضطراب في النوم اكيد، لان لما تيكون الالم الجسم لما كيشتكي شي عضو من الاعضاء تيكون الالم، راه ما غاديش تنعس، وهذا طبيعي. ولذلك تيكون عندك تقطع في النوم، تتكون عندك احلام مزعجه اللي كانت كتوقع لي. يعني انت مثلا مريض وكتقول هذا، كتقول فوقاش غادي نعس، كترتاح واحد شويه كتنعس، مجرد ما كتنعس كتبدا تحلم، كتحلم المرض، كتحلم المرض وراك بهذا، وراك حقك الجنب وهذا الجنب وكذا، كتضربك الفقه وكتلقى نفس. فكان عندي هذا الامر، هذه فهاد الاعراض هذه كانت عندي. الاعراض اللي ذكروها كان مثلا ضغط على المتانه موجود، وكثره الذهاب الى الحمام حتى هو كيسبب لي هذا الامر هذا، ربما حيت كتنفخ هذيك كاين الانتفاخ، فكتحس بالبطن ديالك منتفخ. ولذلك بعض المرات كتكون بحال شي امراه حامل في شهرها التاسع، يعني داك الشيء غير طبيعي بالنسبه للرجل. واش هذا السبب لان الاكل كيبقى وما كيخرجش؟ ربما، لانه ايضا من الاعراض الملازمه لي انا القبض والامساك. فكان غير كيبداني الامساك كنعرف بان راه جاي بعدو الالم الشديد. داك الشيء علاش قلت لك الان فاش كنحس بان الامساك مثلا اكرمك الله، الا مشيتش الحمام نهار ولا كذا، كنمشي مباشره نرجع للوصفه، لانه هكا عندي. او ربما تكون امور نفسيه، تنقول كيجيني الامساك اذا من مباشره غادي يجي هذا، وغنقبط الفراش وغنطيح، وربما تبقى تما 3 ايام 4 ايام 5 ايام ما كتمشيش للحمام نهائيا. وهذا كيأثر على الالم الداخلي، كيأثر على الانتفاخ، كيكون عندك انتفاخ، وهذا ربما عنده امر بالغازات، لان المصران كيكون فيه غازات. ولذلك هذه بعض الاعراض الملازمه لمرض القولون العصبي، وهي كثيره جدا. يعني انا ذكرت الان بعض الاعراض اللي كانت كتجيني، لكن كاين بعض الاشخاص ربما عندهم اعراض اخرى اللي ذكروها لي، كاين اللي ما بقيتش ذاكرها الان، انها كتجي وما كانش عندي انا. وكاين بعض الاعراض اللي كيذكرني بها شي واحد وكنلقى راسي نسيتها، كثرت الحمد لله ما بقاش كيجي داك الشيء، نسيتها. فتا تيجي تيقول لي واش فعلا كان كيجي عندك هذا الشيء هذا، تيذكرني، تنقول له نعم كان كيجيني هذا الشيء هذا، ولا ما كانش كيجيني، او كان كيجيني ولكن بشكل خفيف. نعم سي حسن، دابا انت تكلمتي على القضيه ديال الاعراض، وكما قلتي علق البعض على وذكروا حتى هما اعراض، واش يكفي الانسان انه بمجرد انه يشوف فيه بعض هذه الاعراض هذه يقول بانه راه مريض بالقولون العصبي، او لابد من تشخيص طبيب؟ لا بد من الطبيب، لابد. اشوف طبيب اللي درس طب، وراه ما يقدرش، لازم كتمشي عنده
كتعطيه الاعراض في البدايه غير بحال لا كي ومن بعد تيقول لك طلع لتمايا، عنده الالات ديالو، عنده التحاليل، عنده يعني الاجهزه ديالو، باش لان الاعراض متشابهه. فما يعنيش ان ضرني راسي وضراتني كرشي راه عندي القولون، يمكن تكون عندك حاجه اخرى. وامراض الجهاز الهضمي كثيره جدا، ما فيهاش غير القولون العصبي. ولذلك انا كنصح دائما لا بد من الطبيب. يعني اي شخص كيقول لي هذا تنقول له شفتي الطبيب، تيقول لي شخص لي حالتي، ما يمكنش نشخص لك انا حالتك وانا انا مثلي مثلك. ما يعني انا احكي تجربه، انا ماشي قريت في الطب ولا قريت يعني في الجهاز، لا هذه تجربه ديالي انا استفدتها، واستفي اقول لك ما استفدته من الاطباء. ولذلك الطبيب انت اصلا شخصي عندك طبعا يعني. ماشي طبيب، اطباء كثر. ولذلك انا تنحكي لك شنو قالوا لي الاطباء. فاغلب الاطباء عندهم هذا المشكل هذا، في الاول ما تعطيكش المرض ديالك، كيزيد لك مرض على مرض. راه كتمشي انت عندك الالم هنا، عندك هنا، عندك هنا، عندك هنا، كيدوز وما كيهضرش معاك، كيعطيك الدواء تيقول لك سير شنو عندي ما نعرف، عندك المسران من فوق عندك ولكن ما عارفش. لما كتلقى طبيب تيقول لك ها شنو عندك، وهذا الامر راه ما تخافش منه، وهذا راه امر اكثريته نفسي وظيفي ماشي مرض حقيقي، فما كترتاح نفسيا. ولذلك هو براسه الطبيب تيقول لك الادويه لا تنفع، الا لقيتي شي حاجه خارج الادويه ديرها وحاول تأقلم مع المرض ديالك، انك ما تقلقش، انك ما تعصبش، انك تجنب الاطعمه التي تهيج القولون كذا، هادشي اللي كاين، هادشي اللي كاين. فلذلك لابد من الطبيب، ما ننصحكش، لانه تقدر لا قدر الله تكون عندك شي حاجه وانت ما عارفش، فانت كتستعمل الخروب والعسل ولهاد الامور الطبيعيه، ولكن ربما عندك شي حاجه راه تتضاعف. لما كترتاح نفسيا بان ما عندي حتى شي حاجه، ديك الساعات كنظن الحمد لله ان هاد الوصفات الطبيعيه يعني تنفع، تعطي نفعها، لانك تكون نفسيا هيئت نفسك للشفاء. يعني كما قلت سي حسن لابد من التشخيص ديال الطبيب. نعم. يعني كثير من التعاليق مجرد يعني كتحس بان مولاها باغي غا بالزربه تجاوبوا وتريحوا نفسيا بانه راه بالفعل فيك مرض القولون العصبي. لا لا ما خاص، لابد من يعني تجربه سي حسن راه بعد تشخيص الطبيب بانه المرض القولون العصبي. عرفت شنو كاين؟ لا لابد. ولذلك راه درت جميع، نقدر نقول لك دوزت على كل شيء، لان من الاعراض اللي كانت عندي مثلا للقلب، وهذه كيسولوني عليها بزاف، واش راه ما كاينش علاقه ما بين الجهاز الهضمي والقلب، فاحنا عارفين هذا الامر هذا، لكن فاش كنحس بالقلب كيضرني، خاصني نمشي نشوف الطبيب. فلما كنمشي للطبيب وكيدير لي التخطيط وكيقول لي القلب ديالك سليم وراه ما فيه حتى شي حاجه، كيقول لي هو الطبيب تيقولها لي، تيقول لي هذا الحرق اللي كتحس به نتيجه للانتفاخ الذي عندك في القولون. فاش كيتنفخ كيتاثر عليه، ولكن ما كاينش علاقه بيناتهم مباشره. هذا هو اللي خص تعرف. اما الا كان مثلا انا نقول هذا الحرق اللي عندي في القلب هو نتيجه للقولون، ولا كان عندي مشكل في القلب وانا ما مشيتش للطبيب، وانا كنعالج القولون وغتنقول هذا المشكل ديال، وربما مرض القلب هذا غيزيد يتطور لي مع المده. لابد من الطبيب. فلما كيشوفك الطبيب وتيقول لك عندك القولون العصبي الجهاز السليم ما عندك حتى شي حاجه، ديك الساعات الدواء ما كينفعش، ديك الساعات شي غتمشي للامور. اما الا كنتي كتابع مع الطبيب وكيعطيك دواء، خاصك تتبع الطبيب ديالك، هو اللي غادي يعرف شنو عندك، هو اللي عارف الحاله. نعم سي حسن، بقات القضيه ديال البعض تسأل على قضيه المنظار، انه ضروري خصك دير هذيك المنظار، واش لابد باش يزيد يتاكد بانه بالفعل يعني في قضيه التشخيص بانه القولون العصبي؟ ماشي لابد في الحقيقه. انا الطبيب اللي كان صيفطني ندير المنظار قال لي ماشي لابد، وهكا قال لي، قال لي عندك 99% ما عندك حتى حاجه، قال لك 1% الا بغيتي تحيد هذاك ال 1% حيدو. وقال لي واحد الكلام مهم شجعني، قال لي انا الناس عندنا في يعني الاطباء كينصحوا حتى السليم، شخص سليم ما عنده حتى شي حاجه، من بعد كيدير 40 سنه الا بغى يدير هذاك الجهاز مزيان، لانه هو اصلا كيصفي المصران، حيت فاش كتمشي لعند الطبيب كيحاول يصفيك وكذا وهذا، وكتاكد بان المصران ما فيهش شي حاجه عاد باديه ولا هذا هو اللي كاين. اما قال لي لان علاش كنديروا القولون؟ لا قدر الله ربما شخص يكون عنده المنظار، ربما الشخص يكون عنده سرطان ولا شي حاجه، فهو كدير، لكن هو الطبيب هذا الامر كان قالوا لي، وفي الحقيقه قال لي ما امراض السرطان ما غاديش تدو، ما غاديش تبقى معك 20 عام، مرض السرطان لا يهملك سنه او سنتين كيهبطك، المرض الطويل الامد ما كيكونش ليس مخيفا، تخافش منه، وهذا كيريحك نفسيا. لكن الا بغيتي تزول الشك، انا مشيت زولت الشك، ولذلك مشيت كنت درت القولون والحمد لله لقيت الامور فعلا طبيعيه وما فيها حتى شي حاجه. نعم الحمد لله. قناة إبراهيم أبو جابر
رحلة تي في.